الموسي يبدو انه في مشكله داخل استاد الاسكندريه. اتفضل يا وليد. الجمهور بالفعل ازمه داخل استاد الاسكندريه بعد نزول قسط العمل الخاص بقناه سي بي سي 2. تم الاعتداء على احد افراد الفنيين من جانب ضباط الامن المركزي، وطبعا ده عق عملنا. طبعا احنا ما يعني الاعتداء تم يعني امام الجميع وامام ضباط الامن المركزي المتواجدين داخل استاد الاسكندريه. ليه ضربوا ليه؟ اول الفني طبعا في ازدحام اثناء نزول الاعلاميين، طبعا قفلوا الباب. احنا عايزين ننزل نكمل مهام شغلنا يا كابتن شوبير. فاحد الفنيين اللي هو مساعد الكاميرا نازل، فتم هو العسكري طبعا زنق الباب، هو عايز ينزل، فتم الاحتكاك ما بين العسكري وما بين فرد الفني. بيفتكر ان هو احد الضباط بيفتكر ان فرد الفني اعتدى على العسكري، ولكن لم يتم الاعتداء عليه، فاحد الضباط اعتدى على الفني الخاص بالقناه بتاعته. وحتى يا سيدي لو الفني بتاعنا اعتدى على العسكري تعمل له محضر وتحبس، بسيطة جدا، في أحسن من كده؟ لكنه الحقيقة ما أعرفش، أنا بدأنا الفترة الأخيرة الأمور تتغير، يعني اللي حاضرين في الماتش كله 300 واحد، مش عارفين نسيطر على 300 واحد، والحقيقة الفني اللي في الملعب ده هو أنا، هو ممثل لرئيس القناة، هو ممثل لمدير القناة، أنا مش كل مباراة بقى هنروح نكلم السيد مدير الأمن في البحيرة، مشكورا سيد مدير الأمن وسعد مدير الأمن، والنهاردة هنروح بقى اللي هو أمين عز الدين ولا نروح يعني الحقيقة الأمر عجيب جدا، يعني ده زميلنا وليد السنوسي الحقيقه داخل الملعب، واحنا ما عندناش فني بيعتدى على حد، ولا اذا اخطا يتعاقب، انا بقول لو اخطا يبات في الحبس، في اكتر من كده؟ يعني انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، خلينا يعني تتحل المشكله كده بهدوء وبود، لانه ما عادش ينفع بقى، يعني الواحد خلاص بصراحه بدا يتضايق، يعني الحاجات دي بدات يبقى مبالغ فيها شويه، يعني فمن فضلكم بالراحه شويه، احنا اكتر ناس بنساند، فضلكم بالراحه شويه.